أوكي؟ هذه دانا اللي كنا شفناها بافتتاح الحدث اللي كنا ناطرينه من 12 سنة، واليوم بعد شهر للأسف راح ينتهي هذا المونديال، وأتوقع كنا راح ندش باكتئاب ما بعد المونديال. اكتئاب ما بعد المونديال هو معنى وصفي فلسفي ونفسي لحال المشجعين في المباريات بعد زوال نشوة انتصار فريقهم وحماسهم. لكن هل هذا الحدث الكبير راح يختتم بصوت دانا أيضا؟ تصريح قوي من دانا. إن شاء الله في مفاجآت إن شاء الله في الختام. Stay tuned، وانطرونا. كل أغاني مونديال قطر اللي طلعت من إنتاج وإخراج استديوهات كتارا، دانا تشتغل بشغف معهم. كتارا استديوز بيتي الثاني، وأنا أشتغل معهم صار لي 6 سنوات. دوري في كتارا استديوز يتمحور في شيئين، الإخراج طبعاً لأني أنا مخرجة أفلام، والشيء الثاني إذا في أي أغاني لازم تتلحن أو إذا في managing recordings. هلا ألف مليون هلا. شنو قصتك مع افتتاح كأس العالم؟ بما أن كتار استوديوز بيتي الثاني، فأنا كنت قاعدة أصلاً في الاستوديوز ونادوني قالوا لي تعالي نبيك تسجلين شغلة. وهم أصلاً صار لهم أكثر من 3 سنين يحاولون معاي إني أنا أغني، وأنا كنت دائماً أقول لهم لا. بس جات الفرصة المناسبة وحسيت إنه ما في أحلى من كأس العالم. بالقيادة الحكيمة وبالإدارة الرائعة اللي في كتار استوديوز ساعد إن إحنا نسوي افتتاح عالم يجمع كل الثقافات، وأهمها كان الثقافة القطرية والإسلامية، وأنا كنت فخورة إن أنا كنت أمثل هذا الدور. مثل ما الغواصين أول يدورون على الدانة، استديوهات كتارا لقيت الدانة وشكتها بخيوط الدعم. في جانب ثاني ما تدرون عنه، إنها تحب تكتشف أصوات حلوة وتدربهم. في كثير من الصعوبات اللي ممكن تواجهنا في حياتنا كفنانين، لكن أنا كنت دائماً أفكر أقول أي باب يتسكر علي لازم أفتحه، وأكون واثقة من خطواتي، واللي يكون واثق من خطواته أمورها طيبة. ولأن بيبان الفرص وايد، دانا بطلت باب الدعم لكل شخص موهوب بالغناء.